اليوم بتخلوني اتكلم ولا لا؟ اللي نساك من روائع الاستاذ عبد الله رويشد، اقولها بتنهيده هذه الاغنيه الجميله والرائعه، وما شاء الله عليك سمعناها بجرح العراق رندا. ابو خالد الميكروفون عندك. رندا اقول له اسكت. قول. اقول ها؟ اولا انت غنيتيها بشكل الشكل اللي انت تحبينه. هذه واحده. نمره اثنين انت صوتك مميز. نمره ثلاثه يا نبعات الريحان حني على ولا حني على الولا. صوتك جميل. جميل الله يعطيك الصحة. ابو سعيد رندا تصرفتي بمنطقية، يعني كان صوتك القفلات كانت مميزة جدا، ما تشبه ولا قفلة تشبه الثانية. أحسن مني. لا 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 العفو. لا هذه ما هذه شهادة كبيرة يا رندا. يعني الحلو اللي فيها كونت شخصية مميزة بصوتها، وكل قفلة مختلفة عن الآخر عن الأخرى، فهذا شيء مو سهل وعلى المسرح، فكانت جدا مميزة. يعطيك العافية. أنغام أنا الحقيقة عمالة أفكر في دماغي، يعني أقول كلام أقول كلام حلو لأنه أنت تستاهلي كلام حلو، بس مش لاقية تعبير أقوله لك النهاردة غير أنه يعني أحسنتي جدا. ربنا يخليكي. شكرا. أماني عندك يا أماني، يعني ميكروفون نسيتي المايك من صوتها. والله ما أدري شو أقول، بس أقول هو حضور وهو ثقة وهو تألق. فنانة بالفعل، فنانة. هذا الإجماع يذكرني بأول يوم.
ما شاء الله عليك يا رندا، وحتى في البروفات انا قلت لك الاغنيه هاي بتضربين فيها ضربه بتعجب اللجنه. نتمنى ان الجمهور مثل ما وقف معاك خلال هذا الاسبوع يوقف بعد معاك جمهور العراق، الجمهور الكبير من كل انحاء العالم ان شاء الله. الف شكر لك يا رندا، وذكر جمهورك برقم تصويتك. اذا حبيتوني وحبيتوا صوتي صوتوا لي، رقمي 11. نتمنى لك كل التوفيق رندا من العراق. مشاهدينا